السلام عليكم، أهلين فيكم في تسريبات جديدة. بس قبل ما أبدأ التسريبات بنخلي الفيديو كذا قصير أو ما في تسريبات كثيرة علشان تكون بدايته تبريكات للشهر. فمبروك عليكم رمضان، وإن شاء الله الله يعيده علينا السنة الجاية يكون أفضل حالنا من السنة هذه. أنا عارف أن رمضان السنة ذي شوي يعني أجواء رمضان ما راح تكون نفس أجواء السنوات اللي راحت، يعني أذان ما راح نسمع برا أو مساجد ما راح تمتلي يعني. فهذه حكمة الله وهذا الله اللي أبي، فالحمد لله على كل حال. فنتمنى السنوات الجاية يكون رمضان أفضل والتجمعات تكون أفضل بين الأهل وكل شيء. أول رمضان معاكم الحين بال10,000 مشترك، فإن شاء الله رمضان الجاي نشوف كم راح نكون. فخلونا نبدأ كبداية. تسريبات أبل كثيرة خصوصا على نهاية إبريل، مي برضو في تسريبات قوية وشوي بينقطع نهاية مي لأن بنخش في جون، وفي جون راح يكون مؤتمر أبل iOS 14. فشوي في مي راح تبدأ تزيد شعات iOS 14، يعني 100% على نهاية شهر 5 راح تكون تسريبات قوية حق iOS 14، لأن خلاص مؤتمر أبل راح يكون في شهر 6 للإعلان عن iOS 14. إذا قلت مؤتمر أبل وإذا قلت أبل راح تنزل شيء، يجون تعليقات تقول متأكد إن أبل راح تسوي مؤتمر عشان تنزل جهاز؟ لا، مش لازم أبل تسوي مؤتمر عشان تنزل جهاز، أبل تنزل جهاز عادي رفرش في الموقع حقه وتنزله. ما بلازم برضو صار المؤتمر الحين لازم تدعو ناس ويجون ناس، لا، المؤتمر يكون أونلاين وعادي يجلس شخص يتكلم ويعلن عن كل شيء نفس الشركات اللي يسوون. فمؤتمر أبل راح يكون في شهر 6 لحق الإعلان عن أنظمة الأبل كلها، الماك والآيوس وكل شيء، راح يكون في جون في شهر 6 تقريبا يوم 1. إلى الآن ما ندري عن كل شيء، راح يعلن عن نظام الآيفون، نظام اللابتوب، نظام الأنظمة كلها. يمكن يصير ينزل فيه جهاز، يمكن ما ينزل، يمكن ينزل فيه اللابتوب، يمكن قبل المؤتمر ينزل اللابتوب، يمكن ينزل الآيباد الجديد، يمكن ينزل الإيربودز. إلى الآن ما ندري، لكن الإشاعات كلها هذه موجودة. يعني لو نتكلم بداية عن الآيفون، تسريبات الآيفون موجودة كلها، آسف بس إن جيت سويت فيديو وتكلمت عن التسريبات الجديدة لحد يسألني أو عن النظام الجديد هل أو المعالج الجديد شو يسوون فيه أو هل بيدعم 5G. أنا ما أتكلم عن كل شيء في كل فيديو، يعني صعب إني أجيب تسريبات جديدة ولازم أجيب التسريبات الثانية كلها. التسريبات الثانية كلها موجودة في قائمة التشغيل في نفس القناة، افتح القناة راح قوائم التشغيل تسريبات الآيفون لحالها محط لك قائمة، اضغط عليها الآيفون 12 وتشوف الفيديوهات كلها. فما يحتاج أعيد كل مرة إنه راح يكون معالج A14 وراح يكون ميزة المعالج هاك كذا والأرقام معالج كذا والمعالج راح يكون 5 نانو. حين أنا منشينها خفيفة يعني، فبليز إذا شفت تكلمت عن شيء هذه التسريبات بس، أشياء كثيرة سويتها في فيديوهات اللي قبل يعني، فأرجع لها عشان تعرف. إذا تكلمت عن الآيفون يجي لي شخص شلون على سعره، ما في شيء للآن عن السعر، أشخاص يقولون السعر ممكن راح يرتفع قليل، أشخاص يقولون نفس السعر راح يكون، إلى الآن ما ندري شو بيصير على السعر. أي تسريب والله العظيم من أي تسريب يطلع راح أقول لكم إياه، يعني ما أخبي شيء أو السعر ما أقوله ولا شيء، كلها تسريبات. أحيانا تكون صحيحة، أحيانا تكون لا، أحيانا تكون صحيحة لكن أبل مش لحق الآيفون هذا، يكون الآيفون اللي بعده مثلا السنة الجاية أو شيء، لأن أبل تشتغل تسرب لنا الأشياء اللي قاعد تسويها أبل، بس ما ندري متى ينزل، ممكن أبل تكنسل هذا الشيء. فهذه الأشياء كلها هذه، والتسريبات ترى موجودة في مواقع إنترنت، في مواقع صينية تنزل تسريبات، في مواقع أمريكية هنا 9to5Mac مثل موقع من مواقع أحيانا أطلع من، في مواقع مختصة الأشياء هذه، في أشخاص يتكلمون عن ذا الشيء. فإذا جيت وتسألوني أو تسريبك منين جاي أو وين المصدر التسريب، تقدر تبحث عنه في الإنترنت. يعني أنا ما أطلع شيء من نفسي ولا أطلع الصور، يعني ترى والله حتى الصور اللي حطها لكم مش أنا اللي مسويها، يعني كلها من التسريبات أخذها وأحطها. كنت أول أصور لكم الموقع نفسه لحق التسريب، وأحيانا أسوي لكم إلى الآن، لكن ما أحب أسوي كثير لأن أدري أن الناس يطلعون فيه ما له داعي. أوكي إنجليزي وأكثر الأشخاص ما يفهمون، أنا جالس قناة عربية وجالس أترجم لكم الأشياء، فمستحيل أترجم لكم الموقع نفسه وأصور لكم موقع مترجم وأحط لكم، أنا أترجم لكم بالكلام. فالمهم إني أجيب لكم معلومة. أوكي، فتسريبات الآيفون خلصنا منها. شيء واحد طلع اليوم تسريب تكلمت عنه من زمان، إن الآيفون الجديد يمكن يتأخر، قلنا من زمان راح يتأخر، لكن الحين حتى الآيفون SE Plus تكلمنا لكم تسريبات اللي أمس طلعتها مع علي أو أول أمس، إن أبل تشتغل على الآيفون SE Plus الكبير، وقلنا إنه في الربع الأول من بداية السنة 2021 السنة الجاية، لكن الحين تسريبات إنه يمكن راح يتأخر أكثر، كلها من كورونا. حتى الآيفون 12 تسريبات قلت لكم من زمان برضو إن الآيفون 12 ممكن يتأخر على نهاية السنة، لكن هاي تسريبات يقول لك يمكن يتأخر أكثر، فإذا مش نهاية السنة يمكن يتأخر يصير 2021، يمكن يعني يتأخر يكون بداية السنة الجاية، ما ندري الآن، يمكن ينزل في وقتها. لكن كلها تسريبات، كلها مواقع وأشياء أبل متوهقة يعني، لكن أبل ما راح تقول لك إن هي متوهقة، أبل ما تقول لك الكلمة دي لأن تخاف على أسهمها، تخاف على الأشياء دي. كل الشركات كذا يعني يحاولون يدبرونها من جهة ثانية، يمكن عادي ما يأخرونه ويطلعون لك مثلا
كمية محدودة، وحبة حبة تزيد الكمية عشان بس ما يبون تطيح أسهمها بالكلام إنه أوه راح نأجله ولا ما في آيفون ذي السنة راح تطيح أسهمها، عادي يسوون لك كمية قليلة ويدهزلونها حبة حبة. وشفناها نفس تلك الفترة يعني الآيفون 10 يوم أعلنوا عن في شهر 9 وما نزلوا إلا بعد شهرين في وقت نفس الآيفون 8 يوم نزل الآيفون 8 في نفس الوقت، لكن الآيفون 10 نزلوا بعد شهرين في نهاية السنة في شهر 11 تقريبا. فيمكن يسوون ذي الحركة آيفون 12 ينزلونه مثل البداية، آيفون 12 برو يأخرونه أو يأخرونهم بعدينهم بس يعلن عن في شهر 9 ما ندري الآن، أو ينزلون كميات خفيفة يمشون عشان ما يخلون المستثمرين حق أبل إنه شوي يضايقون فيخلونه في نفس الوقت وينزلون لك كمية خفيفة وحبة حبة يمشون يمكن. فهذا كلها تسريبات حق الآيفون، كلها بس تأخير على الآيفون. ننتقل لكم الشيء الثاني اللي ما أدري ما فاهم شيء لكن بقول لكم إياه كذا على طول. الآي ماك، اللي ما يعرف الآي ماك هو شاشة أبل، تكلمت عنها من زمان إن يمكن أبل تنزل في السنة هذه تحديث لها، لأن هذه الشاشة أو هذا الجهاز الوحيد اللي الآن أبل مبرد يتحدى. حدثت الآيفون كذا مرة غيرت شكله، الماك غيرت شكله مرتين، الماك بوك اير وقفته ورجعته وغيرت شكله، نزلت ماك بوك برو غيرت الايفون غيرت الايباد، الا الاي ماك ابل ما برضت تفتر له من 2012 هذا شكله. يعني ابل بليز لازم تغيره، فشعاد قوي ان السنه هذه وراح تبدا بالشكل الصغير. ما ادري ليش سلسله الماك بوك برو بدات بالشكل الكبير غيرت السنه اللي راحت، وهذا السنه بتنزل الماك بوك برو يمكن الجديد حق الصغير تغير شكله. السنه اللي راحت ما غيرت شكله لكن غيرت ابعاد حقته، يعني الماك بوك برو السنه اللي راحت من 15 صار 16، السنه هذه يقول لك الماك بوك برو الصغير اللي هو من 13 راح يكون 14. فالحين أبل بتبدأ بالآي ماك الصغير، إشاعات قوية راح ينزل في آي ماك الحين 23 إنش، ما أدري حس فلوس الجاي. في نوعين حق الماك، في 21 إنش وهو الأصل 21.5 وفي 27 إنش، فالحين أبل بتنزل آي ماك 23 إنش، فهل هذا راح يكون فئة جديدة؟ لأن أخبارنا راح يكون سعره رخيص، ما أدري كيف بتسوي في أبل سعره رخيص، لأن هو الآي ماك ال 21.5 هو سعره رخيص أوردي، يعني مقارنة بالآي ماك الموجودين، يعني آي ماك هذا رخيص واللي بعده 27 إنش اللي بعده في السعر، واللي بعده آخر شيء الآي ماك برو الكبير هذا أغلى شيء. التسريب يقول لك إنه راح يكون سعره رخيص، في اللاين نفسه هو أرخص واحد، فهل أبل راح تسوي شيء تخلي سعره أرخص؟ ما أدري الآن، لكن ما راح يعني تعب نفسها أبل بتسوي أي شيء. هو الآي ماك نفسه اللي وال21.5 انش البازل او حواف الجهاز كبيره مره، فابل بشيء طبيعي انه راح تقلل الحواف راح يكون 23 بتنزله لين. بس هذا كل شيء مع الجيل الجديد الاشياء كلها انت الجيل العاشر الاشياء دي بس تدربحها وخلاص ينزل الجهاز مع حواف صغيره ويكون شكل جديد. بس اذا سقرت هذا يعني ال27 ممكن يصير حجمه 32، تقدر توصل 32 اذا كان بتصج يعني بتسقر حواف وتسقر الشن اللي تحت الكبير اللي فيه علامه ابل. فنشوف قدام، هذا كل التسريبات ما في شيء جديد، هذا كل اشياء اللي نعرفها عن ابل. وانتظروني الفيديو هذا تصبيره بس لليوم، الفيديو الجاي اليوم راح ينزل، اعطوني ساعتين ثلاث ساعات كذا بالكثير اربع ساعات ان شاء الله ينزل لكم الكيبورد حق ابل الجديد اللي هو مع التراك باد. فخلص يعتبر ما راح اطلع لكم الحين، لكن في الفيديو الجاي ان شاء الله في اليوم انتظروني بس كذا ساعة وراح ينزل لكم. في نهاية الفيديو لا تنسون اشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون وضع دعاكم، والسلام عليكم.